من شأن المؤمن أنه يبالغ في تحري الحق للتقريب، ومن شأن الطبيب أن يبالغ في تنظيف الخضار والفواكه لعلمه بما ينجم عن تناول طعام ملوث من أمراض وأوبئة. من شأن أقل إنسان يعمل في الطب أن الإكثار من الملح يرفع الضغط، والضغط هو القاتل الصامت. من شأن أي إنسان يعمل في البناء أن الإسمنت يحتاج إلى حديد. هذه بديهيات. من شأن المؤمن أنه يبالغ في تحري العدل، ليس مع المؤمنين، مع كل الخلق أجمعين، مع الكافرين، مع المنحرفين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. يعني مرة حدثني إنسان قال لي عندي موظف صغير يتيم لكن فهيم جداً وذكي، فطلب مني ساعة قبل نهاية الدوام ليغادر المحل ليلتحق بمدرسة ليلية يأخذ شهادة. قال لي هو يتيم، ما سمحت له، إذا تعلم بخسره. هذا الإنسان نفسه دفع لابنه مليوني ليرة دروس خاصة ليكون ابنه طبيباً. والله في كل الحالات ظلم بالحياة، والله لا يمكن أن ينتصر المسلمون على أعدائهم ما دام بعضهم يظلم بعضاً. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. كم زوج يظلم زوجته يتفنن في إزلالها، تقدم له البيت ثم يطلقها. والله الذي لا إله إلا هو يصل إلى سمعي عبر الهاتف قصص يشيب لهولها الولدان من مسلمين يظلمون زوجاتهم، يظلمون أولادهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. عدل ساعة يعدل أن تعبد الله 80 عاماً. هل تعامل زوجة ابنك وهي عندك في البيت كما تتمنى أن تعامل ابنتك في بيت أهل زوجها؟ هل تطلب من زوجتك شيئاً لا تفعله أنت؟ هل تحملها ما لا تطيق؟ هل ترى أن لك ما ليس لها وأن عليها ما ليس عليك؟ أنت عنصري، والله الذي لا إله إلا هو. الآن شاع استخدام الخادمات، والله الذي لا إله إلا هو. إن لم تعامل هذه الخادمة كما تعامل ابنتك لست مؤمنا. البواقي من الطعام، الطعام القديم تجبر على أكله، والطعام الطازج لا يسمح لها أن تأكله. نعم، هناك فتيات ينتحرن من شدة الظلم. والله لا أبالغ، هناك ظلم في العالم الإسلامي تشيب لهوله الولدان. لذلك قال بعض العلماء إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة. قال بعضهم أيضاً الدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. اشهد يا رسول الله أني نحلت ابني حديقة. قال له هل لك ولد غيره؟ قال له نعم. قال له هل نحلتهم ما نحلته؟ قال له لا. قال له أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. والله بيوتات
لا تعد ولا تحصى بمئات الألوف تحرم الإناث أبداً. مسلمون يرتادون المساجد، إن الرجل وإن المرأة ليعبدان الله 60 عاماً ثم يضران في الوصية فتجب لهما النار. مرة ثانية، إن الرجل وإن المرأة ليعبدان الله 60 عاماً ثم يضران في الوصية فتجب لهما النار. لا تستطيع أن تقبل إبداً دون أن تقبل الآخر. ولا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، بالغ بالعدل، بالغ بتوزيع ما تملك وفق العدل التام. لماذا يكره الناس التعدد؟ لماذا تفضل أن تطلق عن أن تكون امرأة ثانية؟ لأن الناس ما رأوا عدل الإسلام، رأوا انحياز الزوج للجديدة وإهماله للقديمة، ما رأوا تعدد عادل، رأوا تعدد ظالم. أخواننا الكرام، القضية ليست في المظاهر. تكتب على المحل إنا فتحنا لك فتحاً مبينا، والأسعار تفوق حد الخيال. تكتب على البضاعة مصنوعة بالبلد الفلاني وهي من أسوأ البلدان في التصنيع، وتخفي المنشأ الحقيقي لهذه البضاعة وأنت مسلم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يجب أن تنطق بكلمة العدل. تأتيه ابنته وقد تخاصمت مع زوجها، يبقيها عنده ليذل زوجها. هل اتصلت بهذا الزوج وسألته ماذا فعلت معك؟ أبداً. كلام بنته مصدق منزل. إخواننا الكرام، ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. لا تؤخذ بالمظاهر. قال لي واحد بيت صاحبته من تركيا بسوى 7 ملايين، خلصته ب700 ألف، قد ما أتعبتها. ويظن نفسه ذكياً وشاطراً. امرأة تعيش من هذا البيت، تقيم في تركيا، قيمته 7 ملايين، قال لي خلصته ب700 ألف. إنسان يعمل في التدريس، والتدريس بمادة دينية، عقد عقده على امرأة وعنده بيت يحتاج إلى إكساء، لا يملك ثمن إكسائه، تأخر الزواج إلى أن أصبح العقد في خطر، أراد أهل الزوجة أن ينهوا هذا العقد. حدث قصته لصديق له، قال له أنا عندي بيت، عندي بيت، استعره إعارة إلى أن تكسو بيتك أسترده منك. قال له جيد، فاستعاره وأقام الزواج، وتركوا صديقه 4 سنوات حتى يكون ارتاح والبيت هيئه. ثم دق عليه الباب، قال له ماذا حصل معك؟ قال له والله أنا من زمان البيت أجرته، كسيته وأجرته، وأنا عندك مستأجر على القانون، ما في مجال. قال له أنا قلت لك إعارة، قال له أنا مستأجر، هي قبل القانون الجديد، كان المستأجر مالك، مالك. فوسطوا عالم من علماء دمشق يحاكي، أستاذ دياني لأنه هو، قال له يا رجل صلاتك في البيت لا تجوز؟ قال له أنا أصلي في المسجد ليس في البيت. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين
إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما. إنسان كان مع النبي من الأنصار وفي درع سرقت، اتهم بها يهودي، وهذا الذي سرقها رتب خطة حيث أعارها، طلب من اليهودي أن يبقيها عنده، وكانت هذه الدرع موجودة في كيس في طحين، والكيس مسقوب، فصار الطحين يرسم طريق إلى اليهودي، فجاء بهذا الدليل وسرقه. فجاء القرآن الكريم ليخاطب سيد المرسلين، قال له: ولا تكن للخائنين خصيما. تمنى النبي أن يكون اليهودي هو المتهم، وأن هذا الأنصاري هو البريء. القصة بالعكس، وحي السماء ينزل على سيد الأنبياء ليبرئ هذا اليهودي وهو عدو لرسول الله. بالحق ما في عداوة أو غير عداوة، يجب أن تؤدي حق المجوسي الكافر الملحد، هذا الدين.